Yeah.
لا تطلب تلك الرحمة إخوة الإيمان مستلزمة.
ألف تعليق يا مولانا. من فخر إلا بأهل العلم كله على الهدى لمن استهدى إلاه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداه فخذ بعلم تعش عيشا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. سمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الشيخ رضا الشاذ من علماء الأزهر الشريف حيث نسجل لحضراتكم هذا الاحتفال المبارك من مسجد الأمل بقرية تنشيط لمركز مدينة ضبطة بمحافظة الغربية. أيها السادة، قال ربنا في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وورد في الأثر: من لم يسأل الله يرضى عليه. ونحن في يوم الجمعة الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن دعا بدعوة إلا أجابه الله ما لم يسأل زن أو قطيعة رحمة. نرفع كف الضرع إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة مهتدي الشيخ شعبان عبد الكريم. شعبان بيحب الناس تتجمعوا في التعارف، تشجعوه بقى، عايزين نشجعه كده وتضلوا قدام شويه. لا يعجبني استنى